أهلا بيكم يا أصدقائي في السلسلة أكاديمية الشطرنج العربي. هنشوف فيها مواضيع متعددة مثل أدوار شطرنج خالدة، تكتيك، حكايات شطرنجية، مواقف شطرنج، افتتاحيات شطرنج، نهايات أدوار، استراتيجية، شخصيات شطرنجية شهيرة، قانون الشطرنج، ولا ننسى في النهاية شعار هذه القناة: الدراسة العميقة مع المتعة المؤكدة. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك. أكاديمية الشطرنج العربي، فيديو رقم 31، نهايات أدوار. بنستكمل نهايات أدوار الرخ اللي هنستعرض فيه بضعة مواقف لرخ وبيدة ضد رخ. في كثير من الأدوار بنوصل لمثل هذه النهايات: رخ وملك وبيدة أمام رخ وملك. ورغم أن الأبيض متفوق ببيدة ضعيف، لكن هذا بيؤمن له الفوز بشرط الوصول إلى الموقف المثالي اللي ظاهر أمامنا. وقبل ما نوصف هذا الموقف، عاوزين نقول أن لو كان الملك الأسود بيستطيع الوصول إلى مربع الترقية للبيدة، فبيكون من المستحيل على الأبيض الفوز بشرط لعب الأسود بطريقة صحيحة. بينما الموقف اللي أمامنا موقف مثالي لفوز الأبيض، لأن الملك الأبيض هو اللي بيحتل مربع الترقية لبدءه، بينما الرخ بتمارس أحد وظائفها وهي منع الملك الأسود من الاقتراب من البيدة. ولذلك بنقول إن الموقف ده هو الموقف المثالي للأبيض وبيفوز بيه سواء كانت النقلة له أو للأسود. وتعال نشوف الطريقة الصحيحة للأبيض للفوز لو كانت له النقلة. أفضل نقلة للأبيض في الموقف ده هي روك F1 تشيك، والنقلة دي فايدتها إنها بتبعد الملك عن البيدة، لأن لو الملك حاول إن يقرب من البيدة بنقلة زي الكينج E6 هتكون نقلة سيئة، والأبيض هيكمل سريعا بكينج E8، والملك الأبيض بيتستر وراء الملك الأسود، والنقلة القادمة هيرقي ويفوز. ولذلك الأسود مش هيلعب الكينج E6، إنما هيروح لعمود الجي، وأفضل مربع هو G6، وهنا بتيجي النقلة المفتاح وهي روك F4. الأبيض لابد أن يحتل الصف الرابع، وهنعرف بعد قليل ليه هذه النقلة هي النقلة المفتاح، وإن لابد للرخ احتلال الصف الرابع. ودلوقتي تهديد الأبيض هو الذهاب بالملك إلى مربع E8، والنقلة القادمة هيرقي. ولذلك أفضل نقلة للأسود هو انتظار الملك ولعب روك C1. لو الأسود ملعبش روك C1 وحاول إنه يطرد الرخ من الصف الرابع بنقلة زي الكينج G5، دي هتكون نقلة سيئة، لأن الأبيض هيغير خطته فورا ويلعب روك F7، وبعد كينج G6 طالب الرخ الأبيض هيلعب ببساطة روك E7، والأسود هيكمل بكينج F6، لكن هنا الأبيض هيلعب الكينج E8، والنقلة القادمة هيرقي ويفوز. وإذا الأسود توقف عن مطاردة الرخ وحاول إن يلعب روك H2 على أساس إن ينتظر الملك الأبيض، لن تفيده هذه المناورة، لأن الأبيض هيكمل بروك E8، والأبيض بيهدد بكينج C7 ويرقي البيدة. ولو الأسود حاول يعطيك الكشات، الملك هيبدأ في التقدم ناحية الرخ حتى يصل إليه، والكشات هتنتهي والأبيض هيرقي ويفوز. ولذلك مطاردة الرخ لا تصلح، وأفضل نقلة للأسود هو لعب الروك C1 ومنع الملك الأبيض من الذهاب للعمود C، لكن الملك الأبيض ممكن يذهب للعمود E، ودلوقتي بيهدد بالترقية، والأسود ليس أمامه غير روك E1 تشيك، كينج D6، روك D1 تشيك. الملك لا يستطيع الابتعاد عن حماية البيدة، ولذلك بيلعب كينج E6، والأسود بيكمل روك E1 تشيك، كينج D5، روك D1 تشيك. وهنا الملك لن يتراجع مرة أخرى لحماية البيدة، إنما هيلعب روك D4، والرخ هيغطي الكش، والأبيض بيهدد بترقية البيدة النقلة القادمة، والأسود ليس لديه دفاع كافي، والأبيض بيفوز. ومن هنا نستطيع أن نستنتج لماذا الأبيض كان مصر على احتلال الصف الرابع حتى يستطيع الرخ التداخل في الوقت المناسب. ودلوقتي تعال نعود للموقف المثالي مرة أخرى، ولكن هنجعل النقلة الأسود.
اللي بالطبع هتكون اول نقلة له هو روك سي 4 عشان يمنع الابيض من احتلال الصف الرابع، ويستطيع ان يعطي للملك الابيض كشات لا متناهية في حالة وجود الملك على العمود اي او على العمود سي، لكن هذا ايضا سيفشل والابيض هيفوز وهيبدأ بلعب الروك اف 1. والنقلة دي عرفناها انها بتبعد الملك الاسود اللي بيلعب كينج جي 6، والابيض هيعتمد على الملك فقط وهيلعب كينج اي 7 طالب الترقية. وبالطبع الاسود هيكمل بروك اي 4 تشيك، وهنا لو المشاهد لاحظ الرخ اصبحت قريبة من الملك، ولذلك الابيض هيستفيد من هذه الميزة وهيلعب كينج دي 6 روك دي 4 تشيك، والملك لا يستطيع الابتعاد عن حماية البيضة وهيلعب كينج اي 6. ودلوقتي لو الاسود لعب روك اي 4 تشيك، الابيض هيلعب ببساطة كينج دي 5، ودلوقتي لا توجد اي كشة امنة للرخ، لكن يمكنه ممارسة المناورة الاخيرة بروك اي 2 منتظرا ان الابيض يتسرع ويرقي وزير، وهنا الاسود هيلعب ببساطة روك دي 2 تشيك، والملك هيبتعد والاسود هيفوز بالوزير وهيصل للتعادل. لكن الابيض بيجاوب على هذه النقلة الماكرة بالنقلة الاكثر مكرا روك دي 1 ومنع الرخ من الوصول للمربع دي 2، والابيض بيهدد بالترقية ويفوز. وبكده نكون تعرفنا على هذا الموقف المثالي اللي الابيض بيفوز فيه سواء كانت النقلة له او للاسود، لكن السؤال الاهم كيف نصل الى هذا الموقف اجباريا، وده اللي هنجاوب عليه في باقي الفيديو. تعال نبدأ من هذا الموقف اللي فيه النقلة الابيض، لان لو النقلة الاسود هياخد البيضة او يوصل للتعادل. وبالطبع ليس دائما الطرف صاحب البيضة بيستطيع ان يصل الى الموقف المثالي، ولكن في بعض الاحيان الطرف المدافع بيستطيع ان يصل بملكه الى مربع الترقية، وهنا هتبقى مهمة صاحب البيضة عسيرة وربما مستحيلة. ولذلك الهدف الاول للابيض في هذا الموقف هو منع الملك الاسود من احتلال مربع الترقية او الوصول اليه. وتعال نشوف المناورات بين الابيض والاسود. بالطبع النقلة الوحيدة للأبيض هي روك دي 6 عشان يحمي البيضة، والأسود هنا ممكن يكمل بروك دي 2، وكذلك ممكن يكمل بروك اي 1، وده بيعتبر أحد التفريعات، ولكن هنترك هذا التفريع مؤقتا وهنكمل في الخط الرئيسي بروك دي 2. والأبيض كلما سنحت له الفرصة بيقدم البيضة وبيلعب دي 5، وبالطبع الملك الأسود ما يقدرش يقترب، ولذلك الاسود بيلعب نقلة انتظارية بروك دي 1. بالطبع النقلة دي افضل نقلة في الموقف، لان الاسود بعد ما استطاع ان يصل برخه الى وراء البيضة السالك ليس مستعدا للتنازل عن هذا الموقع للابيض. والابيض بيكمل بكينج سي 7، وهنا الاسود عنده نقلتين. النقلة الاولى ان يلعب روك سي 1 تشيك، او ربما يحاول يقرب بالملك ويلعب كينج اي 7، وفي هذه الحالة الأبيض بيرد بروك اي 6 تشيك كينج اف 7 كينج دي 6، ودلوقتي الأسود ما يقدرش يقرب بالملك، وفي نفس الوقت لا توجد كشات، ولذلك هيكتفي بالنقلة الانتظارية روك دي 2. لكن هنا الأبيض بيلعب روك اي 1، والرخ بيمارس أحد وظائفه وهي تحديد حركة الملك المنافس وبيمنعه من العبور للعمود اي، ولذلك الاسود بيكتفي بالنقلات الانتظارية بروك دي 3. وهنا بيبتدي دور الملك الابيض في مساعدة بدءه للتقدم للامام، وبيلعب كينج سي 6 وبيهدد بتقديم البيضة للصف السادس، ولذلك الاسود بيلعب روك سي 3 تشيك كينج دي 7، والبيضة هيتقدم اجباريا روك دي 3 دي 6. والرخ الابيض مستعد للعب روك اف 1 تشيك وابعاد الملك الاسود اكتر، والابيض هيوصل للموقف المثالي بسهولة ويفوز. ولذلك مناورة الاسود بالاقتراب بالملك فشلت، ويتبقى امامه المناورة بالرخ ولعب روك سي 1 تشيك، لكن هنا الابيض بيكمل بروك سي 6 طالب التكسير، والاسود طبعا لن يستجيب وبيلعب روك دي 1، والابيض بينتهز الفرصة وبيلعب دي 6 كينج اي 8 بيحاول يمنع البيضة من التقدم،
بالطبع لو الاسود ما لعبش الكينج اي 8 وحاول انه يمنع البيدق من التقدم من المربع اي 6، هنا الابيض ممكن يلعب النقله الماكره روك سي 2 وبيهدد روك اي 2 تشيك ويجبر الملك الاسود على الابتعاد، ولكن في نفس الوقت بيترك البيدق كفخ، لان لو الاسود اخده الابيض هيلعب ببساطه روك اي 2 تشيك والملك لازم يبتعد عن حمايه الرخ والابيض هيفوز بالرخ ويفوز بالدور، ولذلك الاسود مش هيلعب الكينج اي 6 انما هيكمل بالنقله كينج اي 8، لكن بعد روك سي 2 بيهدد بروك اي 2 تشيك وابعاد الملك الاسود، والرخ لا يستطيع منعه والا يقدم البيدق، ولذلك بيكمل روك دي 4 والابيض بيكمل في خطته بروك اي 2 تشيك كينج اف 7 دي 7 بيهدد بالترقيه، والاسود بيكمل يائسا روك سي 4 تشيك كينج دي 8. ووصلنا للموقف المثالي مرة أخرى والأبيض يعرف طريقه جيدا إلى الفوز. ودلوقتي تعال نرجع لهذا الموقف اللي الأسود لعب فيه الروك دي 2، واللي قلنا إن عنده اختيار آخر وهو روك اي 1 ويحاول يناور عن طريق الصف السابع. هنا الأبيض هينتهز الفرصة ويقدم البيدق، وبعد الروك اي 7 تشيك كينج سي 8 هنا ممكن الاسود يلعب اكتر من نقلة، اما انه يكمل بالاختراب بالملك بكينج اي 7 ويطلب الرخ، ولكن بعد الروك اي 6 تشيك كينج اف 7 روك اي 1 الرخ بيحتجز الملك بعيدا والبيدق بيتقدم للامام بمساعدة ملكه والابيض بيفوز، ولذلك كينج اي 7 لا تصلح، وربما الاسود هنا يكمل بروك اي 5 ويصوب على البيدق، والابيض بيكمل بكينج سي 7 وبعد الروك اي 8 الابيض بيلعب روك اي 6 وبيتراجع للمربع اي 1 وبيحتجز الملك الاسود والبيدق في طريقه لمربع الترقيه بمساعده الملك. اذا روك اي 5 ايضا لا تصلح، وبيتبقى للاسود الاحتمال الاخير بروك اي 8 تشيك، ولكن بعد كينج بي 7 طالب الرخ روك اي 8 كينج سي 7 روك اي 1 روك دي 8 والابيض بيهدد بتقديم البيدق، ولو الاسود كمل بكينج اي 7 الابيض هيلعب ببساطه دي 6 تشيك كينج اف 7، وهنا الابيض هينهي الموقف بكينج دي 7 ويتبقى للابيض مناوره بسيطه بالرخ بالوصول الى المربع اف 2 بكشر الملك، والملك بيبتعد وبيصل الى الموقف المثالي بسهولة وبيفوز. وبكده نكون استطعنا اننا نلقي الضوء على بعض مواقف رخ وبيدق وملك امام رخ وملك، ولكن اذا لاحظنا جميع المواقف البيدق موجود في وسط الرقعة، لكن ايه اللي يحصل لو كان البيدق على احد جوانب الرقعة او زي ما بنسميه بيدق الرخ؟ ده هيكون موضوع اخر هنناقشه في الفيديو القادم، وإلى ذلك الحين إلى اللقاء. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك.